الترند اللي ماشي على الفيسبوك strong independent woman. بصوا يا جماعة، يعني أنا عن نفسي وبالأصالة عن نفسي وعن سيدات كتير جدا، أنا مش strong ولا independent زفت woman. أنا عايزة أتدلع. يعني الأول أتفهم أصلا مفهوم independent woman يعني إيه؟ يعني واحدة معتمدة على نفسها في كل حاجة، يعني واحدة بتصرف على نفسها من الألف للياء، يعني واحدة لما جابت عربية جابتها بفلوسها، يعني واحدة لما بتدفع إيجار بيت أو قسط شقة تمليك باسمها بفلوسها، محدش بيساعدها، لا باباها ولا أخوها ولا جوزها. فيعني بلاش نقعد نعمل شير ونردد حاجات إحنا مش فاهمينها. وبعدين يعني إيه الفكرة في إن أنت تبقي بقى سترونج واندبندنت وومن والحاجات اللي انتوا بتقولوها وبتعملوها وتحقيق الذات اتدلعي. عايزه ورد يا ابراهيم، خلي ابراهيم يا ست يجيب لك ورد، وبلاش السترونج بتاعتك دي. مش لازم تبقي سترونج، يعني انت ما انتش باتمان ولا كات وومن ولا السيده الخارقه. ليك الستات ستات والرجاله رجال، والرجال قوامون على النساء. اقعدي انت تستتي وتدلعي وتهني في البيت وفضي دماغك. يعني مش الحرب اللي هو ايه، انا بنافس الراجل ولازم اثبت بقى ان انا زيه ولازم اثبت ان انا احسن منه. لا يا ستي، لا زيه ولا احسن منه. كانوا عاملين لقاء مع مريم فخر الدين، عسل عسل ست سكر. بتقول لك ايه، بتسال بنتها بعد ما خدت ثانويه عامه، حبيبتي انت عايزه تطلعي ايه؟ قالت لها ولا حاجه. قالت لها يعني ايه يا ماما ولا حاجه؟ تدخلي كليه ايه؟ قالت لها ولا حاجه. يعني مش عايزه تدخلي كليه؟ قالت لها لا مش عايزه ادخل. ادخل ليه؟ قالت لها طب ما تشتغلي بقى في التمثيل، ده انت عيلتك كلها بقى ممثلين ومخرجين ومش عارفه ايه وسهل قوي. قالت لها لا لا لا، واتعب نفسي واعرف نفسي دي ولا حاجه، انا مش عايزه اعمل حاجه. فبتقول بعد كده اكتشفت ان الولا حاجه دي مفيش احسن منها. بنتي راكبه عربيه احدث موديل، جوزها اللي دافع ثمنها، قاعدة في بيت كبير جدا، جوزها برضو اللي دافع ثمنه. تقول لها تعلمي سواقة، تقول لها طب واسوق واتعب نفسي واتعب أعصابي ليه أصلا؟ ما في سواق يسوق بيا. وبتروح تعمل شعرها عند الكوافير، وطبعا جوزها هو اللي بيدفع، وتطلع كده من شباك العربية تطير شعرها، يرجع الراجل البيت يلاقيها إيه؟ مبسوطة وقاعدة، والابتسامة من هنا لهنا والضحكة من هنا لهنا. طب هي تكشر ليه وتنكد عليه ليه إذا كان هي بتعملش حاجة؟ ساعات الولا حاجة بتبقى أهم حاجة. وصلت؟ يا رب تكون وصلت.